السلام عليكم، مرحبا مرة أخرى في سلسلة التفكير بالنتائج. تكلمنا المرة الماضية عن الهدف، وهل عندك أي هدف، وهل هو مكتوب، وهل هو جاي منك أنت، وهل عندك شغف له ولا لا. اليوم حنكمل. إيش أنواع الأهداف؟ الأهداف إلها أنواع. أهداف تيجي 3 أنواع، واللي حنركز عليه حذكركم إياه. في عندك النوع الأول اللي هو شغلة بتعرفها، لنقل إني بدي أشتري سيارة، بسألك عندك سيارة؟ تحكي لي آه، وهدفي إني أشتري كمان سيارة. فأنت هنا سويت نفس الإشي اللي بتعرفه، ما تعلمت أي مهارة جديدة ولا اكتسبت أي شيء. ذكروا المرة الماضية، ذكرنا إنه الهدف ليس الوصول منه، هو الوصول للأشياء والحصول عليها، إنما هو الهدف إنك تكبر وتكتسب مهارات جديدة، وإنت تكتشف نفسك إنك عندك قدرات أكبر. فهذا النوع الأول بسميه ممكن ألف. النوع الأول اللي هو إنك أنت عبر الشيطان الرجيم يكون عندك اللي هو النوع شغلة تعرفه. النوع الثاني الهدف باء، انك شغلة ممكن تسويها، يعني اذا جبت شوية مصاري، جبت بعض الشغلات المعينة ممكن تصير معك. هذا برضو النوع الثاني ما بحمسك انك تسويه، يعني لنقل انك ماخذ شهادة دراسية بكالوريوس، بدك تكمل شهادة ماجستير، فانت عارف ايش لازم تسوي لانك عارف الدراسة وقديش الوقت بدك تحطه ولازم تعمله، وبدك بعض المصادر، اذا توفرت المصادر المالية فانت بتحققها. فهي بنسميها الهدف باء، انك اشي ممكن تسويه، ما حدا بلومك. الهدف الثالث اللي هو شغلة ولا عمرك بحياتك عملتها، بسميها الهدف جيم، وهي اعلى شيء، انك شغله ولا عمرك سويتها. لنقل الان انت موظف، بدك تاسس شركه، وعندك فكره تجاريه مهمه بدك تسويها، بس ما بتعرف ولا كيف بدي ابدا وشو بدي اعمل وشو لازم اسوي واسوي. هذا اللي بدنا نركز عليها خلال الفتره الجايه، الهدف جيم، اللي هو الشغل اللي انت بدك اياها وداخلك بس مش عارف كيف بدك تسويها. هذه هي اللي بتخليك تنمو وتكبر وتتطور في مهاراتك، هذه اللي حتغير حياتك حقيقة جذريا، وحتشوف نفسك انتقلت من مرحلة هنا لمرحلة اعلى. هذا اللي بدنا نركز عليه. الان تسألني طيب كيف ممكن اختارها وإيش لازم أعمل؟ هذا اللي حنركز عليه المرة القادمة. زي ما ذكرنا هنالك 3 أنواع. النوع ألف، شغلة تعرفها أنت ما سويتها من قبل وبدك تعيدها، هذا الهدف ألف. الهدف باء، ممكن تسويها إذا توفرت لك المصادر حتى تسويها. الهدف جيم اللي هو شغلة عندك شغف فيها بس ما بتعرف ايش كيف بدك تسويها، ايش اعملها، شو المصادر بدي اياها. ما بدي تفكر فيه الان شو المصادر، اللي بدي اياك تفكر كيف تعرف هذا الهدف جيم. فان شاء الله الحلقة القادمة حنغطيها وحساعدك كيف تجد هذا الهدف جيم اللي حيغير حياتك وينقلك من مرحلة هون لمرحلة أعلى في حياتك. شكراً.